السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالمناسبة هذا النهار كنقدم لكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، كنتمنى لكم أطيب تهاني وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. هذا النهار كما كتشوفوا في العنوان، كما كيبان لكم في العنوان، جينا نهضروا على واحد الموضوع اللي مهم مهم بزاف، اللي يعني اتفق عليه بين وزير الحقوق الاجتماعي وزيرة الحقوق الاجتماعية ووزير الهجرة والضمان الاجتماعي. هذا الموضوع متعلق بإنغريسو مينيمو فيتال، يعني موضوع جد مهم بالنسبة ومفرح مفرح بالنسبة للناس ديال البارو والناس ديال أيوتا، ديال المساعدة اللي كنهزوها بطبيعة الحال من إنام. هاد المساعدة، ماشي مساعدة كما قلت لكم، إنغريسو مينيمو فيتال غادي تبقى، يعني الناس بالنسبة للناس اللي غادي تسال لهم البارو والناس اللي غادي تسال لهم المساعدة أو أيوضة ديال إنام، غادي يبقاو يتخلصوا إن شاء الله. غادي يبقاو يتخلصوا إنغريسو مينيمو فيتال، غيبقاو يتخلصوها أوتوماتيكمون. غادي تسولوني كيفاش اوتوماتيكمون غيتخلصوها؟ سي بالنسبه للضمان الاجتماعي، بالنسبه لهذا الشيء، الاتفاق اللي كانوا داروه هو انه اي واحد سالالو البارو واي واحد تسالالو المساعده او الايوده ديال انام، كان انا بالضبط كنحدد كنقول ديال انام، عنده الحق انه ياخذ هاد إنغريسو مينيمو فيتال. كما شفتوا في الازمه اللي كنا فيها قبل، كانت الازمه ديال الكوفيد، بزاف ديال الناس ما تخلصوش عليها والناس تخلصوا عليها، لذلك حاولوا يديروا تعديلات وكيحاولوا ومازال كيحاولوا، يعني هذا واحد النوع من التعديل، ولكنهم باقيين عاد كيحاولوا يعدلوا في هذا الشيء ديال إنغريسو مينيمو فيتال. بزاف الناس ما تخلصوهاش، دابا داروا واحد التعديل اللي هو مهم بزاف، غيبقى الناس اللي كانوا بالبارو والناس اللي كانوا بأيوضة وتسال لهم عندهم الحق ابتداء من 2022، عندهم الحق اوتوماتيكمون بالنسبة لإنغريسو مينيمو فيتال. إنغريسو مينيمو فيتال كما كتشوفوا احنا عندنا كيكون عندنا مشاكل، شي مرات كتقد الواحد اللي كتكون عنده فاميليا نوميروسا، ولا واحد اللي كيكون عنده شي وراق كادوس او فات لهم التاريخ، هادو اذا كانوا كنتو دافعينهم قبل كادوس خاصكم تمشيو عندهم تعطيو لهم يعني الكارني الجديد ديالكم، واذا كان زاد عندكم شي وليد جديد خاصكم تمشيو تزيدو، يعني تزيدو في الدوسي ديالكم، لان إنغريسو مينيمو فيتال هما كيحسبوا على حساب اونيداف فاميليار، يعني مشحال بيكم في الدار. وطبيعي جدا اذا كان مشحال فيكم في الدار، يعني الرجل والمراه مشحال كيتخلصوا. اذا كانت الرجل والمراه كيضربوا الحساب لان عندهم داكشي اوتوماتيكمون، يعني كما كنتي كتشدي ايوده قبل، يعني كان داكشي اوتوماتيكمون، يعني عارفين بانهم شحال عندك الدراري ومشحال كتخلص الراجل، وكيطلبوا حتى الزوجيه ديال الراجل والمراه كيطلبوها باش تدفعي الايوضه. هذا الشيء علاش هما كيعرفوا بان الراجل مشحال عنده في المدخول ديالو، والمراه مشحال خاصها تشد من ايوضه، او المراه او الراجل اللي غيشد الايوضه، يعني كل واحد ولا سيتوياسيون ديالو. زعما حقيقه مزيانه بزاف، مزيانه وماشي لابد انك تمشيو تدفعوها، لان كما قلت لكم هي اوتوماتيكمون غادي تكون اوتوماتيكمون، غيشوفوا الناس اللي تسال لهم البارو والناس اللي تسال لهم ايوضه غيدخلوا اوتوماتيكمون، هما غيعرفوهم وغيعرفوا الانغريسوس ديالهم مشحال كيدخلوا العائله كامله مجموعه. وبالنسبه للناس، الناس اللي عندهم مشاكل زوجي، يعني الناس مسفرقين ولا داكشي، خصهم يجيبوا من الخوص كادو ديك الورقه اللي كتدل على انهم ما بقاوش في اونيدات فاميليار. هادشي اللي كيعاونهم انهم هما مسؤولين على ريوسهم، باش كل واحد وعلى حساب يعني على حساب السيتوياسيون اللي فيه، ماشي غيكون نفس المبلغ لاي عائله، على حساب لا سيتوياسيون اللي هو عايش فيها.
هذا هو هذا هو الهدف من هاد انغريسو مينيموم فيتال. داكشي علاش قلت لكم يعني بغيت نوصل لكم هاد المعلومه، لانه الخبر هاد النهار تطرح الخبر تقال هاد النهار، وقلت غادي نوصل لكم المعلومه ان شاء الله. ويعني اي واحد كان كيتخلص البارو وماتلو البارو، او اي واحد كانت كيتخلص ايودا وصافي تسالت له 2022 اوتوماتيكمون ان شاء الله غادي تدخلو انغريسو مينيمو فيتال على حسب شحال عدد الافراد ديال العائله اونيداد فاميليار، وعلى حسب المدخول ديال ديك العائله. يعني يا هاد المره كما قلت لكم بزاف الايودات دخلوا جدادين، بزاف الايودات، وباقيين عاد كيدرسوا كيديروا واحد البلان 2022 بالنسبه لهادو اللي كنحط لكم دابا موافق عليها ومصادقه عليها. يعني ان شاء الله اوتوماتيكمون 2022 غادي تبدا التطبيق ديالها ان شاء الله وباذن الله. هاد البروغرام كيديروا من 2022 حتى ل 2030 بالنسبه لهاد الايودا اللي كنهضر هاد انغريسو مينيموم فيتال اللي كنهضر لكم دابا. هاد انغريسو مينيموم فيتال باقي عاد ما عارفينش نهار اللي غادي تسالها، يعني هما اقترحوها وباقيين عاد ما دارولوش لي ليميت ديالو. كيما الايودا عندك ان ليميت وبارو عندك واحد يعني واحد الشهورات محددين، نو هاد انغريسو مينيموم فيتال باقي ما دارولوش بالضبط التحديد ديالو. وكنا هضرنا في الفيديو اللي قبل على حسب المساعده الاجتماعيه المساعده بالنسبه للاطفال، وبزاف الاسئله جاوني على هذا الموضوع بالضبط المساعده بالنسبه للاطفال اللي عنده من 0 حتى 3 سنين عنده الحق في 100 اورو، واللي عنده من 3 سنين حتى 6 سنين عنده الحق في 70 اورو، واللي عنده من 6 سنين ل 18 عام عنده الحق في 40 اورو. هذه هي الايودا اللي حطوها، وكما قلت لكم البارح على حسب الرينتا مينيما على حسب المدخول ديالكم ديال العام. هما هذا الشيء اللي كيشوفوا بزاف، كيشوفوا المدخول ديال العائله، و يعني ما كيبغوش دابا كيحاولوا انهم ينقصوا من لا بوبريسا، كينقصوا من الفقر بالنسبه للاطفال. وداكشي على داكشي علاش قالوا غادي نبقاو نديروا شي مساعدات اجتماعيه للناس المحتاجين. وفريمون حقيقه مزيانه بزاف، لان بزاف ديال الناس هنايا في اسبانيا كما كتعرفوا اذا تلالوا البارو صافي اما يخدم وما كاينش شي ايودا، كاين شي مساعده اخرى من كتسالوا الايودا ديالو، عفوا يعني من بعد ما كتكون شي مساعده اخرى خصو يمشي يخدم. ولكن بالنسبه لهذا الانغريسو مينيموم فيتال يعني على الاقل كتغطي شويه على بال بنادم ما يلقى الخدمه، لان في هذا الوقت صعيب بزاف الانسان يلقى الخدمه، سي تري ديفيسيل و فريمون سي تري ديفيسيل. بزاف ديال الناس عندهم مشاكل باش يلقاو الخدمه كما كتعرفوا على حسب الازمه ديال المرض اللي وقعت لنا هنايا في العالم كامله، وكنظن ان العالم كامل كيعاني من نفس المشكل. وكنشكركم بزاف بزاف، كنتمنى انكم تشجعوني في القناه ديالي، ما تنساونيش باللايك وبسبسكرايب وكومونتير. اذا كان شي اسئله تخليو لي في كومونتير، اي مره نبقى نحط لكم فيديوهات مهمين بحال هكا ان شاء الله. شكرا لكم، مع السلامه، الفيديو الجاي ان شاء الله.